في البدء كان الاقتصار على أن هناك جمعيات فقط في مدن الشمال من خلال مدينتي تطوان وطنجة، أما الآن فانتشرت هذه الدائرة وباتت منتشرة في جل المدن المغرب، إلى حد أن هناك قرى بدأت تعرف جمعيات منظمة تشجع سواء البرصة والريال، وأكثر من هذا وهي ظاهرة محمودة جدا، وهي أن دور هذه الجمعيات لا يقتصر فقط على تشجيع البرصة والريال من خلال المباريات، وإنما تعدى إلى القيام بأعمال خيرية وتقديم المساعدات مالية وإنسانية إلى جمعيات، إلى خيريات وإلى جمعيات معوزة، وهذه ظاهرة مستحبة تحسب لهذه الجمعيات اللي بدأت بواحد الشكل كبير وواحد تنظيم بشكل كبير في المغرب في السنوات الأخيرة. بزاف ديال الجماهير ديال البرسا هنايا في المغرب سواء في قنيطره او اي مدينه اخرى، وبيان سور كاين تنسيق، وحنا على اتصال بزاف ديال لي جمعيات اللي كاينين في جميع المدن، ومتابعين الاخبار ديالهم كاملين، وتا هما متابعين الاخبار ديالنا، وكنا كنشجعوا فريق واحد اللي هو البرسا بيان سور. هناك كثير من جمعيات أنصار ريال مدريد في المغرب، كلها تعمل من أجل تشجيع فريق النادي الملكي، وهناك أعمال خيرية وأعمال اجتماعية بكل الجمعيات المغربية.